يبقى خليل شمام كاليبيرو في التغطية على الدفاع، والكرة طويلة في القائم الأول، والكرة جول 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 جول. الترجي الرياضي التونسي بالتحدي منذ الدقيقة الأولى يسجل الهدف الأول، بداية تونسية نارية، والنار في ملعب النار في ملعب رادس الترجي، يحدث الفارق منذ الدقيقة الأولى. مباراة مجنونة منذ دقيقتها الأولى، مسعورة بلغة الفن النبيل، بلغة ألوان الكرة، هدف لصفر للترجي. بداية ولا في الأحلام، بداية ولا في الأحلام للكرة التونسية. الأهلي المصري منذ البداية لم يفهم معنى الرواية، معنى الحكاية، هدف لصفر للترجي منذ الدقيقة الأولى. الحكم الغالي لمطي في حوار مباشر مع لاعبي الأهلي بقيادة حسام غالي كابتن النادي الأهلي. الكرة في وسط الميدان، والترجي في أقوى رهان يحقق الرسمي في هذا الامتحان بواقع الأقدام. 1-0 للترجي، أجواء جماهيرية رهيبة.